مصر والبرازيل خط من التعاون والتشارك على كافة المستويات والمجالات فيما يخص المجالات السياسية وأيضا المجالات الاقتصادية. كيف تقرأ هذه الزيارة وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك فيما بينهما؟ يعني في تصوري أن هذه الزيارة بالفعل هي زيارة تاريخية لأول رئيس برازيلي من تقريبا من 20 عاما، مع أن لولا دي سيلفا يعني قد حضر منذ في كوب 27 في شرم الشيخ، ولكن أتصور فيما يتعلق بهذه العلاقة المباشرة ما بين الدولتين المركزيتين الكبيرتين في سواء كانت البرازيل في أمريكا الجنوبية أو الدولة المصرية في القارة الإفريقية، فأتصور أن يعني ذلك الثقل وهذه الميزة التنافسية لكلا الدولتين بتدعم مزيد من الأواصر والعلاقات ما بين البلدين. وأتصور أنه يعني لتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية كما تفضلت في السؤال، فده بيحتاج يعني مبدئيا إلى تقارب في الرؤى السياسية وأن تقف الدولتان على أرضية سياسية واستراتيجية متقاربة، ليس شرطا أن تكون واحدة ولكن يكون في قدر من التقارب في الأفكار والرؤى والمبادئ السياسية اتجاه مختلف القضايا. فتجدين ذلك أن مصر والبرازيل يعني تؤمنان بمبادئ القانون الدولي ومبادئ الشرعة الدولية التنظيم الدولي، فعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام هذه الشرعية الدولية وإلى غير ذلك من مبادئ عامة. لذلك ده بيدعم فيما بعد يعني هذا العنصر، عنصر التقارب والعلاقات الاقتصادية القوية ما بين البلدين. كيف تعزز هذه المجالات من التعاون والتشارك والتوافق في المواقف؟ يعني أتصور أنه يعني هذه العلاقات على مستوى القمة الدبلوماسية الرئاسية هي من شأنها أن تعزز وتحدث ذلك التقارب الكبير في هذه الأرضية المشتركة السياسية، توصلاً إلى نجاحات وتداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي وعلى المستويات العديدة فيما بعد ذلك. ويعني بشكل عام يعني عندما يعني وجدنا البارحة في قمة الرئيس السيسي مع الرئيس التركي أردوغان، يعني كان هناك ذلك الازدهار في العشر سنوات الفائتة على المستوى الاقتصادي رغم عدم وجود التقارب السياسي، فما بالك عندما يحدث ذلك التقارب السياسي وعندما تحدث هذه القمم على يعني هذا المستوى قمة الدبلوماسية الرئاسية، فمن باب أولى أن تدفع بشكل كبير وتحدث نموا مضطردا في العلاقات الاقتصادية، هذا سيكون له مردود لا شك في ذلك. أتصور أنه يعني عودة إلى هذه العلاقات المصرية البرازيلية ليس فقط أنها علاقات تاريخية تعود إلى 100 عام، ولكن أيضا يعني في محطات عديدة يعني دعمت وأزرت هذه العلاقات. وأتصور أن يعني السياسة الخارجية المصرية الآن هي هذه السياسة التي تقوم على يعني نسج مزيد من العلاقات الاستراتيجية والانفتاح على القوى الدولية العالمية والإقليمية، وأن مصر لم يعد يعاديها أحد، يخاصمها أحد، أنها أصبحت يعني تتمتع بهذه العلاقات المتينة ومروحة العلاقات الاستراتيجية مع مختلف الأقطاب الإقليمية والعالمية. نعم. أتصور أن البرازيل يعني دولة مهمة فاعلة ثقل سياسي واستراتيجي وإقليمي في القارة الجنوبية، خاصة كما هو معلوم أنها هي ومصر يعني بتنضمان إلى مجموعة البريكس. تصور أنهم يعني يشكلان ثقلا في دول الجنوب، حتى يكون يعني دول الجنوب لها ذلك الشأن والتوجه والإرادة، لابد من إرادة يعني جماعية جنوبية، المتصور أن تقودها يعني دولتان كالبرازيل في أمريكا الجنوبية ومصر في القارة
الأفريقية. نعم. ما هي الانعكاسات التي ستكون من نصيب الدول الخاصة بالاقتصادات الناشئة من تجمع البريكس، خاصة أن مصر أصبحت عضوة فيه والبرازيل كانت من مؤسسي تجمع البريكس؟ أتصور أن يعني انضمام يعني دولتين كمصر والبرازيل من هذا التجمع تستطيع أن يعني تستفيد بشكل مباشر، ذلك أنه يعني بعيدا عن هذه التكتلات الغربية وهذه المصالح التي لا تنظر إلى مصالح الدول النامية ومصالح الجنوب، كان ذلك التكتل. وأتصور أن البريكس أيضا يستفيد من هذه الإمكانات النسبية لكلا الدولتين، البرازيل في أمريكا اللاتينية ومصر في القارة الإفريقية. أيضا يعني تستطيع الدولتان أن تعقد صفقات ومبادلات بالعملات المحلية بعيدا عن مشكلة الدولار وسطوة ونفوذ الدولار. أيضا تستطيعان أن يعني تتعرف على مزايا تنافسية عديدة ومجالات كثيرة، سواء كان يعني المجال الزراعي ومجال الأسماك وتصدير اللحوم في البرازيل، ومجالات واعدة نظرا لهذه البنية التحتية وذلك وتلك الطفرة التي حققتها الدولة المصرية مؤخرا. أتصور أن يعني المجالات واعدة والقطاعات يعني كثيرة وموجودة والفرص البينية عظيمة، وكانت يعني تنتظر هذه ذلك التقارب وهذه العلاقات الوثيقة ما بين الرؤساء ما بين الزعامات، لأنه نعم. هذه نقطة مهمة في العلاقات الدولية، هي فكرة عندما يكون على مستوى القمة هذه القمة الدبلوماسية وهذا التشاور على المستوى الرئاسي الزعامي، كل ذلك يكون له انعكاساته بعد ذلك على المستويات الأدنى والأقل في مزيد من الدعم والتعرف على الإمكانات الفرص الواعدة وإلى غير ذلك من أمور، خاصة في مجال التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية. نعم، مصر بوابة إفريقيا وشكل التبادل التجاري وأيضا طرق التجارة التي ترغب مصر في تنميتها حتى كيب تاون، إعادة مرة أخرى طريق الحرير، والبرازيل تعتبر المدخل للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية. كيف يشكل هذا نوع من التعاون والتفاعل في نفس ذات الوقت يضفي بالمزيد من التوافق، سواء فيما يخص القضايا السياسية والإقليمية أو فيما يخص أيضا القضايا الاقتصادية، وكل منهما يشكل وجهين لعملة واحدة؟ بالفعل يعني الاقتصاد، السياسة والاقتصاد كما تفضلت يعني وجهان لعملة واحدة. أتصور أن يعني البداية وهذه الكيمياء التي تجمع ما بين الدعامتين سواء كان في الدولة المصرية أو دولة البرازيل، وأيضا يعني يبنيان على مبادئ عامة مشتركة، على تقارب في الأفكار وفي التاريخ وفي النضال وفي الرؤية للعديد من مجمل القضايا العالمية وأيضا الملفات الإقليمية، يعني كل ذلك يكون من شأنه أن يدعم وأن يجسر يعني مزيد من العلاقات والتعرف على هذه الفرص. أيضا عندما يعني تكونان يعني تكون مصر والبرازيل في تجمع كتجمع البريكس، تكون يعني مركز ثقل كبير في دول الجنوب، يكون لها هذا التوجه، كل ذلك لا شك قولا واحدا يكون له مردود كبير فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بعد ذلك، خاصة أن مصر شريك تجاري كبير وله رقم مع البرازيل، وأيضا البرازيل تنفذ لها منتجات مصرية. إن كانت الأرقام يعني ليست على المستوى المتمنى أو المأمول، لكن ما يحدث الآن وما يحدث من تقارب سياسي وما يحدث من انضمام هاتين الدولتين في البريكس وما يحدث من يعني تلاقي في هذه الرؤى السياسية والتعرف على الإمكانات المشتركة الواعدة وإلى غير ذلك من أمور أشرت إليها، كل ذلك من شأنها أن يحقق أو ينعكس على هذه الأرقام نمواً مضطرداً يعني متزايداً على هذه العلاقة التجارية التي تربط ما بين مصر والبرازيل. أتصور أن يعني الأفكار التي تجمع والمبادئ والمناخ السياسي والعام والمزاج
الذي يجمع ما بين الشعبين المصري والبرازيلي، والقيادتان السياستان في الدولتين الكبيرتين، كل ذلك يعني يمهدان الطرق ويعبدان السبيل لمزيد من تحقيق يعني نجاحات في قطاعات عديدة. وأتصور أن يعني القيادات السياسية عندما تقوم بدورها في تحقيق ذلك التنسيق والتشاور ودعم العلاقات الدبلوماسية، لابد أن ينعكس ذلك وأن تتعرف باقي القطاعات، قطاعات الأعمال ومجالات المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية لنوع من الانتعاش، ويعني الهدف بالطبع الوصول إلى شكل عادل للميزان التجاري ما بين الدولتين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية.